عليكم، اليوم انتم بخير ان شاء الله. اليوم هو يوم الخميس المصادف 6 من شهر رجب المبارك سنة 1442 للتقويم الإسلامي، واحنا الآن في العاصمة الأردنية عمان، وبالتحديد في منطقة شارع الجامعة الأردنية. فحبيت أصوركم هالمشاهد. مثل ما تشوفون ما شاء الله الثلوج محيطة بينا من كل مكان، والساعة الآن 1 PM. فإن شاء الله في يوم من الأيام تسنح لكم فرصة بزيارة الأردن الشقيق والعاصمة عمان واطلاع على معالمها. وأنا أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسوي لكم شوية ثلج. المدينة المنورة